شوفوا معايا يا جماعه، احنا كنا قلنا قبل كده ازاي نستخدم الماسكات، صح كده؟ اتكلمنا عن ازاي استخدم الماسك، لكن خلينا النهارده نشوف شويه تطبيقات. انا يعني دلوقتي لما اكون بصور مجموعات، لما اكون بصور مجموعه من الاشخاص مش شخص واحد، لو بصور شخص واحد فانا هقدر اتحكم في انفعالاته، يعني ممكن اقول له ابتسم مثلا، فاول ما ابتسم اصور. لكن لو انا بصور مجموعه من الاشخاص زي اللي احنا شايفينهم دولت، لو عديناهم كده مش عارف تقريبا يطلعوا حوالي 10 يمكن، يعني انا ما عديتش يعني، لكن ممكن يطلعوا 10 اشخاص. هتقدر تتحكم في العشر اشخاص انك تظبط انفعالاتهم في نفس اللحظه عشان تلقط فيها الصوره؟ شوفوا معايا، انا طبعا لازم ايه اتاكد من كل التفاصيل، مفيش حاجه منها تكون ضايعه، وكمان لو كان في ظل ولا حاجه خد بالك منه. يعني احنا لما نيجي نتعامل مع الولد ده هنلاقي فيه مشكله في ايه، انه ليه ظل، فما حاولش ترسمه وهو من غير الظل بتاعه لانه مش هيبقى واخد. شوفوا معايا يا جماعه، احنا كنا قلنا قبل كده ازاي نستخدم الماسكات، صح كده؟ اتكلمنا عن ازاي استخدم الماسك، لكن خلينا النهارده نشوف شويه تطبيقات للموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ده. دلوقتي لو تلاحظوا معايا كده، الصوره اللي قدامي دي هي بالظبط تقريبا الصوره دي، صح ولا ايه؟ هي نفس الصوره، انا صورتها مرتين ليه؟ عشان هنا في جنب ازيد وهنا في جنب اقل شويه. الله ينور عليك. يبقى هو ايه، انا دلوقتي لما اكون بصور مجموعات، لما اكون بصور مجموعه من الاشخاص مش شخص واحد، لو بصور شخص واحد فانا هقدر اتحكم في انفعالاته، يعني ممكن اقول له ابتسم مثلا، فاول ما ابتسم اصور. لكن لو انا بصور مجموعه من الاشخاص زي اللي احنا شايفينهم دولت، لو عديناهم كده مش عارف تقريبا يطلعوا حوالي 10 يمكن، يعني انا ما عديتش يعني، لكن ممكن يطلعوا 10 اشخاص. هتقدر تتحكم في العشر اشخاص انك تظبط انفعالاتهم في نفس اللحظه عشان تلقط فيها الصوره؟ تقلي يبقى صعب. طيب خاصه لو هم كبار يعني بالغين، فهنقدر يمكن يعني ممكن لو قلنا لهم ابتسموا يا جماعه فكلهم يبتسموا مع بعض، صح؟ لكن لو كان في اطفال زي اللي موجودين دول، حد هيسمع كلامك ولا هيسال فيك كانك ما قلتش حاجه؟ فعشان كده لو تلاحظوا معايا، بصوا هنا كده مثلا، بصوا عند دول، يعني خلينا سيبنا من الباقيين، لكن بصوا الست دي كده والبيبي اللي على ايديها ده، هي هنا باصه فين؟ مش باصه للكاميرا اصلا، في اللحظه اللي انا لقطت فيها هي كانت بتبص لتحت كده. اذا دي كده انا ما بقتش، لا الصوره كده مش مظبوطه، صح؟ طب تعالوا نروح عند الثانيه، عند الصوره الثانيه، لا هي باصه للعدسه اهي وبتبتسم وزي الفل، مفيش اي مشكله. بس المشكله في مين؟ صاحبنا ده عيط، الولد نفسه عيط. طب هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ناخد جزء من هنا على جزء من هنا ونركب ده مع ده والموضوع انتهى. طيب طبعا في الكاميرات الحديثه يعني الديجيتال بقت تخليك ممكن تدوس ضغطه على الزرار بتاع التقاط الصوره يعني، فيروح ساحب مثلا 10 15 لقطه، فانت لما في الاخر بيبقى قدامك 15 لقطه يمكن تطلع منهم لقطه تطلع كويسه، لكن برضو وارد ان هم ما يطلعوش كلهم مظبوطين زي ما احنا قلنا. فعشان كده احنا بنعمل ايه؟ هناخد اللير دي ونروح نسحبها او الصوره دي وادخلها في الصوره دي. انا كده بقى عندي الصورتين اهم، صح؟ الصورتين بقوا موجودين عندي اهم. طب لو انا عايز اظبطهم على بعض قوي اعمل ايه؟ ماشي، يبقى اروح هنا عند الاوباستي وابتدي ايه اقلل دي كده عشان ابتدي اشوفهم من بعض، اهو ابتدي ايه اشوفهم من بعض. طب الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه؟ اعمل كنترول تي وابتدي بقى احاول اجيبها بقى كده، احاول اظبطهم بقدر الامكان على بعضهم كده. واللي انا هظبطه تحديدا او هركز عليه هو ايه؟ المنطقه بتاعه البنت اللي فيها المشكله دي، الحته اللي فيها مشكله مع بنتي دي اهي كده. برضو هم بعدوا شويه، تعال نقربهم كده شويه. يبقى انا دي تاني خطوه عندي، ان انا اعمل ايه، اعمل الاينمنت للصور او للشخصيات اللي انا عايز اتعامل معاها، صح كده؟ في عندي خيار تاني بس تعالوا ندور عليه مع بعض. يعني انا لو دلوقتي حددت دول كده الاثنين مع بعض همت، وبعدين رحت عند ايديت، وبعدين انا دلوقتي محدد الليارين دول، قلت له من هنا من ايديت اوتو الاين لايرز، فخلينا ندوس عليها كده. هيقول لي دلوقتي انت عايز تعمل ايه، هقول له اعمل اوتو الاين لللاير دي. خلينا ناخده الاوتوماتيك، انا عندي طبعا برسبكتيف وكوليدج وعندي سلندريكال وسفيريكال، في اكتر من نوع، لكن المهم بس انت خليك في الحته دي اللي هي لينس كوريكشن دي. خلينا نعمل الفيجنيت ريموفال. عارفين الفيجنيت ده يعني ايه؟ العدسه بتاعه الكاميرا المفروض ان هي كيرفت كده، يعني هي المفروض انها مستديره شويه، فالاستداره دي بتخلي البؤره بتاعه العدسه نفسها بتاخد ضوء اكتر، لكن الحواف بتاعه الصوره بتبقى واخده ايه، نوع من الظل شويه كده. فهو دلوقتي ممكن يعمل ريموف للظل اللي احنا بنتكلم عليه ده. جيومتريك يعني ايه؟ هندسي او القياسات، تمام كده. فلو عندي جيومتريك ديستورشن يعني ايه، في تشوه او انبعاج في القياسات بتاعتي، هقول له كمان حاول تصلحها لي. واخدين بالكم؟ هو هنا كاتب فوق لينس كوريكشن. لينس كوريكشن يعني تصحيح اخطاء العدسه اللي انا بصور بيها، خلاص يا جماعه. ف
فاعمل تشيك على الاثنين دولت وهقول له اوكي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ مش كانت مأساة اللي انا كنت بعمله من شويه ده، ان انا هقعد اكبرها شويه واصغرها شويه وتكبر من حته وتصغر من حته وتشد من حته، صح كده؟ فلما انا عملت الاوتو اونلاين هو عمل ايه؟ زي ما انتم شايفين شبه طابقهم على بعض. الا طبعا في بعض يعني في بعض الاماكن، بصوا هنا كده، لا في نوع من الازاحه، بس هو عشان يظبط لي كل دولت بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب الخطوه اللي بعد كده انا محتاج اعمل ايه؟ هرجع تاني اخلي دوت يكون 100%. وفي الصوره دي احنا مشكلتنا دلوقتي فين؟ في الولد ده، بما ان هي دي الصوره اللي فيها مامته دي كويسه يعني وبتضحك، فدي انا اللي عايزها تبقى ظاهره فوق، لكن انا الولد ده بس اللي عايز اعمل فيه ايه؟ عايز اخفيه من هنا واجيبه منين؟ من تحت. يبقى هعمل ايه؟ ماسك، ادوس على الماسك، نزل عندي ماسك. انا قلت لكم ان انا ممكن احط ماسك بالابيض وممكن احط ماسك بالايه؟ بالاسود. لو هو بالاسود هيعمل ايه؟ هيخفي، صح كده؟ ولو هو بالابيض هيعمل ايه؟ هيظهر، صح كده؟ طيب انا لما حطيت دلوقتي ماسك بالابيض ده معناه ان انا خليت كل اللي فوق يبقى ظاهر، وانا فقط عايز المنطقه دي هي اللي تبقى مختفيه. عشان كده هروح على البراش بتاعتي وبعدين هبتدي اصغر البراش اهي، وهنشتغل بانه لون يا جماعه؟ بالاسود، صح؟ واكون متارجت الماسك مش اللاير، وناخد فرشه تكون الهاردنس بتاعتها كام؟ 100%. انا عايز الهاردنس بتاعتها تبقى ايه؟ قليله، عشان تبقى الحواف بتاعتها ناعمه. وبعدين هبتدي ربما اكبر كده واروح عند الوش او الفجر اللي احنا عايزين نشتغل عليه. بصوا معايا كده، هتلاقي نفسك محتاج انك تكمل بعض التفاصيل، صح كده؟ يعني هلاقي نفسي ايه، انا محتاج ان اكمل بعض التفاصيل منين؟ من ورا اهي كده. خلينا بقى احنا كده هنتعامل مع ايه؟ مع الجزئيه دي من السيده اهي. همشي لحد ما اظبط الحته اللي هنا دي كده، وهنا كمان اهي. لما نصغر كده، ايه رايكم كده يا جماعه؟ يبقى فقط ان انا محتاج ان انا اعمل كروبنج يعني قص، عشان انتم ملاحظين معايا في فرق ما بين الصوره والثانيه. هنا ده الجزء ده باين من الصوره اللي تحت، عشان الصوره اللي فوق لما اتظبطت طلعت اصغر من الصوره الاصليه. فانا بس محتاج ان انا اروح على الكروب من هنا، اصغر كده، وبعدين هبتدي اقص مثلا كده بالكروب، اظبط بقى الصوره بتاعتي. اللي قال لي ان في مسافه هنا كمان زايده، فانا ممكن اظبط المسافه دي، ولو فوق كمان شويه انا عايز اظبطها بالطريقه دي، وهدوس على انتر عشان تكون هي دي النتيجه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده معايا. طيب يبقى الامر بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده معايا. طيب اللي انا عملته ده دلوقتي هو عباره عن ايه؟ تعامل مع كام صوره يا جماعه؟ صورتين. ايه رايكم لو بنتعامل مع عدد اكبر من الصور؟ ايه رايكم لو احنا عندنا عدد اكبر من الصور؟ مش الموضوع هيبقى اصعب من كده شويه؟ خلينا نشوف هنا كده مثلا، يعني شوفوا معايا مثلا لو انا بتعامل مع دول كام صوره؟ عدوا كده معايا 2 3 4 5 6 7، صح كده؟ في 7 صور موجودين عندي. لو انا بتعامل مع السبع صور دول، الموضوع هيبقى سهل في موضوع الاونلاين ده، واقعد اعمل كل واحده ترانسفورم واشدها واعملها والكلام ده، هيبقى الموضوع صعب جدا، صح؟ لكن انا اقدر استخدم الاوتو اونلاين في انه يساعدني في الموضوع ده. طيب عايز اشوف بس حاجه تانية كده كانت موجوده عندنا. حد يسمع عن برنامج اسمه بريدج؟ حد يسمع عن برنامج اسمه بريدج؟ ادوب بريدج اسمه كده، ادوب بريدج. الادوب بريدج دوت نحاول ندور عليه، لانه هو فيه ميزه حلوه قوي. ايه هي الميزه دي؟ انتوا طبعا لما بتعملوا سيف للملف بتاعنا بتحفظ كبيس دي، مظبوط كده؟ او ممكن نعمله تيف، او ممكن نعمله يكون ملف فيديو مثلا، اي حاجه تانية، صح كده؟ لما بنيجي نفتح الملف دوت او نشوفه على الاكسبلورر حتى بتاع الويندوز، بلاقي دايما ان في البي اس دي ملوش بريفيو، بيبقى دايما محطوط مكانه الايكون بتاعه البي اس، لكن هو شكل الملف نفسه مش باين زي الجي بي جي مثلا. فالادوب بريدج دوت بيعمل ايه؟ لما هتفتح عليه الملفات هيفتح لك متصفح كده، واي ملف ايا كان نوعه ايه وامتداده ايه هتلاقيه لي بريفيو عليه. من ضمن الخيارات اللي موجوده على الادوب بريدج ده انك ممكن تختار من خيار معين منه، انك تروح لاعدادات الفوتوشوب وتقول له لم لي الملفات دي كلها وحطها لي، افتحها لي في ملف واحد. ده اللي انا كنت بدور عليه دلوقتي. يعني انا دلوقتي لما هنفتح الشغل بتاعنا عشان نبتدي نتعامل معاه، هلاقي عندي مشكله في ايه؟ انا هفتحهم اهو، هعمل اوبن. انا دلوقتي عندي مشكله ان هقعد كل واحده اجيبها واروح احطها في الملف، صح كده؟ يعني محتاج ان انا كل واحده فيهم اجيبها واحطها في الملف. لكن لو انا كنت استخدمت الخيار اللي بقول لكم عليه ده، انا كنت هحدد مجموعه الملفات دي وافتحهم في ملف واحد مره واحده، هينزلوا كلهم از لاير يعني. فدوروا على الادوب بريدج ده عشان ده مهم. بصوا اللي هعمل لها كوبي واحطها، هحاول اعمل ايه؟ هحاول اقفلها عشان ما اتلخبطش، ماشي؟ انا طبعا كل الخطوات اللي انتوا شايفيني بعملها دي زي ما قلت لكم، كان ممكن لو معايا الادوب بريدج دوت كان ممكن بكل سهوله اعمل ايه؟ هم كلهم اتفتحوا في ملف واحد على طول مباشره يعني. طيب انا عملت دلوقتي ايه يا جماعه؟ عملت ايه انا؟ شوفوا معايا كده، هي الفكره ان
انا لقيت اللقطه دي وكل مره هو بيتحرك فين؟ في مكان تاني. يعني لما بلقط اللي بعدها بيكون اتنقل لمنطقه تانية، ولما بلقط اللي بعدها يكون اتنقل لمنطقه تانية. عشان اعمل اللي انا بعمله ده دلوقتي ويطلع مظبوط، المفروض ان انا اكون مثبت ايه، الكاميرا تكون ثابته في مكان محدد عشان ما تحصلش اي هزه في الموضوع وبالتالي تجيب لي كادر غير الكادر. يعني انا عايز كلهم يبقوا نفس الكادر، لكن اللي بيتحرك في الكادر مين؟ هو الشخص ده. طيب زي ما قلت لكم، لو كنت عايز اعمل لهم مطابقه فكان المفروض ان انا هعمل كل واحده اقلل الاوباستي وابتدي اعمل ترانسفورم، وبعد كده اظبط واكبر واصغر واحرك يمين وشمال لحد ما اطابقهم مع بعض. لكن احنا طبعا مش هنعمل القصه دي، احنا هنعمل ايه؟ هنحددهم كلهم ونروح على ايديت، وبعدين نعمل ايه يا جماعه؟ اوتو الاين لايرز، وبرده هنختار زي ما قلت لكم الاوتوماتيك، وبعدين نعمل اوكي. هو طبعا بيفضل شويه كده بيطابق البكسلات ببعضها، وفيما بعد هيبتدي يظبطهم كلهم على بعض. انا طبعا اللي بيظبطه على بعضه ايه؟ المشهد، مش الشخص. الشخص مش موجود في كل الصور، لكن بقيه المشهد نفسه موجود في كل صوره، هبتدي من خلاله يظبط الليارات دي على بعضها. لما هيخلص الكلام ده المفروض ان انا اعمل ايه عشان اظهرهم كلهم في مشهد واحد؟ المفروض ان انا همسك كل لير منهم واحط عليها ماسك، وبعد كده ابتدي اظهر اللي انا عايزه واخفي اللي انا عايزه بحيث ان هو ايه يطلع معايا. طيب في عندي خيار تاني اصلا، شوفوا معايا. بصوا، هو عشان يعالج القصه دي كمان اصبح في جزء ايه طار، ما فيهوش بكسلات اصلا، ماشي. طبعا هو بيعمل الكلام ده ممكن يكبر الملف شويه، يضيق الملف شويه، ما اعرفش، يمط الملف شويه بحيث ان هو يطلع لي ايه اكبر جزء ممكن يكون متطابق مع بعض. طيب لو انا رحت هنا عند ايدي التاني واخترت الخيار اللي تحت اوتو الاين لايرز اسمه ايه؟ اوتو بلند. يعني ايه بلند؟ دمج، صح كده؟ دمج. فانا بقول دلوقتي ايه للست ليارات دولت ولا السبع ليارات دولت ولا ايا كان عددهم، اعمل لهم اوتوماتيك ايه؟ اندماج بطريقه اوتوماتيكيه. طبعا عندي هنا بانوراما، والصوره دي مش بانوراما، صح؟ الصور الموجوده عندي دي مش بانوراما، ولكنها ايه؟ دي مجموعه صور مع بعضها وانا عايز ادمجهم، يعني اللي هي الستيك ايمجز. هبتدي اقول له اوكي. برضه نفس الموضوع، هو بيعمل ايه يا جماعه دلوقتي؟ هو بيحاول يبص على البكسلات بتاعت كل صوره ويشوف ايه اللي مختلف فيها والمتكرر ويحاول يظبطها. لو عملت ميرج لاير بيلزقهم في بعض وبيبقى اخر واحده بس، يعني هي اخر واحده، اخر لاير فوق خالص، هي دي بس اللي هتفضل ظاهره. لو عملت ايه؟ لا، ما لو عملت ماسك ده بقى موضوع تاني، ده موضوع تاني بقى. ما هيبقى انت عامله حاجه ظاهره وحاجه مختفيه، فبرضه هيطلعهم الدمج مع بعض. ايه المهم ان المشهد الاخير هو اللي هيفضل معاكي، ماشي؟ لكن انا دلوقتي انا ما ظبطتش المشهد الاخير. لو عملت لهم ميرج خلاص هيفضل الوضع اللي هو اخر صوره بس هي اللي بقى، ماشي؟ طيب زي ما احنا شفنا كده احيانا هيطلع نتيجه ممكن تكون مقبوله، انا ما اعرفش، لكن دلوقتي النتيجه دي مقبوله سيئه جدا. اذا الصح معايا ان انا اعمل ايه؟ الصح ان انا اعمل ايه؟ الفكره اللي احنا قلنا عليها، صح كده؟ بس انا هنا هعمل حاجه تانية عشان ما توهش كتير. انا بدل ما كنت بعمل الماسك بتاعي ريفيل اول، انا هعمل ايه؟ هايد اول. هايد اول يعني يعمل ايه؟ يعني اخفي كله. اولا انا دلوقتي شايف ان الولد في المنطقه دي، صح؟ فاكون محدد في ذهني كده الولد موجود هنا، وبعدين هروح هنا كده ومن خلال الالت ادوس على الماسك فهينزل لي ماسك. يا جماعه ماسك فين؟ حاضر، ثانيه واحده، ثانيه بس، عشان انا عملت حاجه غلط. انا اصلا يعني اخفيت الليارات كلها مش عارف ليه، يعني ماشي، انا كده ظهرتهم اهو. الماسك هنا، يبصي في اللير بانل موجود تحت خالص، هنا موجود الايكون بتاعت الماسك، ماشي. لو مش عارف طريقه انا ممكن اروح على لير واروح عند لير ماسك، ادور عليها لير ماسك اهي خلاص. وفي عندي خيارين، ريفيل اول يعني حط ماسك ولكن كله مرئي، ولو عايز تعمل هايد اول يبقى هتحط ماسك لكن تخفي كل اللي موجود في اللاير، ماشي كده؟ طيب فنختار من دولت، او انا بختار منين؟ من الايكون اللي هنا دي. والمره دي عشان اعمل هايد اول زي ما قلت لكم على الت، هدوس على ايه؟ الت. فهدوس كده، انا خلاص عرفت مكان الشخص قدامي اهو اللي هو الضخم ده، وهدوس هنا الت واعمل كده، تمام؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ هو اخفى لي كل اللاير، وبدا يظهر اللاير اللي تحتها بما انه اخفاها، صح كده؟ لكن انا وانا واقف على اللاير دي انا ممكن استخدم بقى اللون الابيض واروح اجيب الفرشه بتاعتي من هنا، بعد كده اروح، انا كنت عارف ان الولد ده موجود هنا، صح؟ هل ينفع اني امشي كده لحد ما اظهر كل تفاصيله؟ تمام يا جماعه؟ ها الفكره كده واضحه ولا ايه؟ شوفوا معايا، انا طبعا لازم ايه اتاكد من كل التفاصيل، مفيش حاجه منها تكون ضايعه. وكمان لو كان في ظل ولا حاجه خد بالك منه، يعني احنا لما نيجي نتعامل مع الولد ده هنلاقي فيه مشكله في ايه؟ انه ليه ظل، فما حاولش ترسمه وهو من غير الظل بتاعه لان مش هيبقى واقعي. طيب ناخد بالنا كمان من حته مهمه، انا وانا بظهر ده فاخفيت حته من الظل بتاع ده، صح؟ فيمكن ارجع تاني استبدل اللون الابيض بالاسود واحاول اعمل ايه؟ ارجع الجزئيه بتاعت الظل دي كده عشان يطلع الشغل بتاعي مظبوط، تمام؟ نفس اللي انا عملته هنا، هروح تاني عند اللير اللي تحت دي وهدوس على الت، وبعدين اروح عامل ايه؟
ماسك جديد. ايه اللي حصل؟ صاحبنا اللي كان هنا ده راح فين؟ اختفى. فهقف تاني هنا على الماسك وبعد كده بالفرشه برضو هجيب الابيض اللي هو بيظهر صح كده، واحاول طبعا. بصوا اول حاجه انا جبتها هي جت معايا ايه الظل، وبعد كده هبتدي ادور على الشخص نفسه اجيبه معانا اهو. فهمتوا الفكره يا جماعه؟ اكمل لكم السبعه ولا كده كفايه؟ خلاص يبقى بنفس الفكره. انا دلوقتي خدوا بالكم انا عملت ليه هايد اول، انا ليه عملت هايد اول؟ عشان تبقى المساحه اللي انا هحاول استعيدها تبقى بسيطه بقدر الامكان، تكون اقل حاجه ممكنه. لو انا عملت العكس يبقى انا محتاج اقعد كل الصوره تاني امشي عليها بالفرشه عشان اظهرها، لكن انا بس ايه خليت اللي انا عايز اظهره فقط ايه الشخص اللي احنا بنتكلم عليه ده. خلاص يا جماعه؟ فعندك الخيار اللي هو الاوتوماتيك اللي هو الاوتو بلند لاير، لكن زي ما انتم شفتوا يمكن ما يدينيش النتيجه اللي انا عايزها.